يجمع بريميوم سبلنت كونتراكت بين الترخيص والعقد، وفي دليل إرشاد هذا سنوضح لك كيفية شراء بريميوم سبلنت كونتراكت. هيا لنبدأ. انتقل لموقع defio.com في الزاوية اليمنى العليا منه، انقر على زر ساين إن وقم بتسجيل الدخول. بشكل افتراضي تفتح لك لوحة التحكم جولد سبلت. انقر على مفتاح تبديل لوحة التحكم في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة واختر بريميوم سبلت. ستفتح لك اللوحة التحكم الخاصة ببريميوم سبلت. عند تمرير الصفحة لأسفل سترى قائمة بالباقات المتاحة للشراء. اختر الباقة المناسبة لك وانقر على زر Purchase شراء لتكون لك. ستفتح لك نافذة يطلب منك فيها اختيار طريقة الدفع. الدفع متاح فقط مقابل ألتيما. بعد اختيار توكن ألتيما عليك تأكيد موافقتك على الشروط عن طريق تحديد المربع والنقر فوق زر Purchase شراء. في النافذة التي تفتح سيتم الإشارة للمبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المحدد إليها. سيكون العنوان متاحا أيضا في شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المحددة. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. بعدها انتظر إشعارا بالدفع. لا تنسى بخصوص الإشعار لأنه مهم جدا. انتهى الأمر، لقد قمت بشراء بريميوم سبلت كونتراكت بنجاح. الآن انتقل إلى صفحة ماي كونتراكت وسترى هناك العقد المدفوع من طرفك. هنا يمكنك تحميل الفاتورة بالمعلومات الخاصة بالدفع من خلال النقر على رقم الأوردر. يرجى أيضا الانتباه إلى أن قيم Total Limit و Use Limit في أداة Premium Split License Usage ستتغير في لوحة التحكم بعد الشراء. إذا ظهر لديك أي استفسار أو سؤال يرجى التواصل مع الدعم ونكون سعداء بمساعدتك. نتمنى لك كل التوفيق والموفقية في عملك.